خلص فريد اهدى شوي رح تكسر الموبايل. كيف بدك اهدى عائشة؟ هي ماسحة كل شيء وما في ولا دليل واحد، وخاصة هالموبايل شخصي وبتستخدمه كل يوم. مين يلي سوى هالشي؟ مين؟ يلي عمل هالعملة ما بده يترك وراء أي أثر. شو بدنا نساوي هلأ؟ دايا استني، اهدي ولا تتوتري، بعرف انه ممنوع المسك، بس في شي هنيك. هذا جهاز تنصت، يعني مجهز كل شي دائما. هالجهاز الصغير رح يكون أداتنا، بس تحكي مع الأشخاص يلي عم بيخططوا لاغتيال المدير، ساعتها منمسك الممرضة وكل يلي واقفين وراها. بس بالأول بعد ما نحط هالجهاز بالموبايل لازم نخلي الممرضة تلاقي موبايلها مشان تفكر انه وقع منها. أكيد بتكون بلشت تدور. يلا استني، لسه ما حكينا بالموضوع الأهم. ولسه شو في أهم من هيك فريد؟ بلا هالحكي الفاضي، خلينا نستعجل بل ما نتأخر. لا تاكلي هم، ما رح نتأخر على شي، لسه معنا كتير وقت. وهلأ أحكي بصراحة، غرتي علي مو هيك؟ وهداك الكف والدموع يلي بلشوا ينزلوا على خدودك كانوا بسبب الغيرة، هاي الحقيقة مو هيك؟ احكي، ما بيصير تحبسيها جواتك، احكي لترتاحي، انت فيكي تعمليها. يلا احكي بصراحة عائشة، يلا. ممكن تكون جدي شوي؟ بلا هالمزح رجاءا، المهمة عم تستنانا. يا ترى وين اختفى الموبايل؟ أنا بتذكر كنت حاططه بجيبتي. لكن وقع مني؟ والله هداك المفتش الحلو أخذ عقلي مني. لازم ركز بالشغل. نعم سيدي. إيبو اسمع منيح شو بدي لك، السمكة بلعت الطعم، أكيد هي رح تتصل بالبقية هلأ. ماشي سيدي، بس دقيقة واحدة، المفتش فولكان بده يحكي معك، في كم واحد من الرجال اللي كانوا عم يلاحقوا نانا ماريام انمسك وصاروا عنا. طيب أنا رح خبر يمان وأنت قول لفولكان يخليهم يحكوا، خلينا نعرف شو روابطهم بعصابة سيركو بجورجيا، بعدين منلاقي المكان يلي متخبي فيها داك الوسخ. تمام؟ فهمت سيدي. حلو، شو نساوي؟ ايه بالمناسبة، في كم واحد من رجال سيرجون مسكوا، أنا لازم روح لعندي يمانة بسرعة، وأنتي أصحك تبعدي عيونك عن الممرضة، تمام؟ بلا ما تعصبي عليها من غيرتك وتضربيها. سيدي بيقلك حاول تعرف روابطهم بعصابة سيرجو بجورجيا. طيب ماشي. خير شوفي، انت منيحة؟ ان شاء الله ما في شي متعلق بأبوكي. لا مو متعلق بأبي، ماني حابة احكي لك وازعجك فولكان، ما بدي تخرب علاقتك مع حدا بسببي. رجاء احكي شو الموضوع. اسمع، كنت عم بحكي مع رفيقتي بالموبايل وخبرتها اني قدرت اقنع ابي يساوي العملية، بس فجأة اجت زينة وصارت تقلي كلام كتير بشع. قلت لها انا فهمان الوضع غلط وحاولت اشرح لها، بس هي ما سمعتني، اتهمتني انه انا عم حاول اخدعك. هي عم تنكر،
بس الموضوع ببالها، معناتها عجبتها فكرة الزواج المزيف وحجتها جاهزة. قال لازم تعرف كل شيء. في تطورات؟ كيف ما في؟ ما قلت هالموضوع لازم ينحل بسرعة؟ بلا هالحجاج ولاقي غير طريقة. إذا صار شي جديد خبرني. يلا تعال، ليش واقف على الباب؟ ماشي أنا رح أجي، بس النار يلي عم تطلع من عيونك وعم تضربها بنظراتك كتير خايف إنه تصيبني وتحرقني. يمان يمان. خلص لا تعصب، إجيت. على فكرة ما بتمنى أكون مكان الرجال يلي حكيت معه. إذا ما حل الموضوع حسابه كبير. قلي في عندك شي خبر؟ ايه عود لقلك. مسكنا كم واحد من يلي إلهم ارتباط بسيرجو، بس لازم تعرف إنهم هنن كتير وسخين ومعهم أسلحة ممرخصة، بيقتلوا وبيخطفوا، يعني كل أعمالهم نسخة وملفهم كتير وسخ. قدرت تعرف شي؟ هنن بالتحقيق هلأ رجالنا مسكوهم وهنن عم بيخططوا لهجوم. رح نعرف كل شي عنهم، وهداك يلي اسمه سيرجو عن قريب رح نعرف مكانه ونمسكه. شكرا فريد. هالكلب الوسخ ما رح يضل هربان دائما. من لاي؟ لا تاكل هم يا أخي، أنا هون رح نحل الموضوع، لا تقلق أنت. بس ليش كنت كتير معصب قبل شوي؟ بقينتون كتير خطيرين، عاملين لعبة متعلقة بإذن العمل ليبعتوا المربية لبرات البلد. بدون ياها ترجع على جورجيا ويمسكوها هنيك. هيك الوسخين بيكونوا إيديهم بكل مكان. شو صار معك؟ قدمت طلب للمحكمة؟ الإجراءات كتير بطيئة. أنت لهيك متوتر، خايف إنه ما تلحق. في طريقة تانية بس هي مانا قانونية، الزواج على الورق. فكرتوا بهي الشغلة؟ ايه انا برأيي هالشي منطقي. مين؟ طلع فيني، لا تقلي هداك اللي اجا يشوفها. هو رجع وعرض عليها الزواج. شوف هالثعلب الذكي، بيكون عم بيقول انه اجت الفرصة لعنده هالثعلب، بس يمان ما بيوقع بهالفخ. انت ما رح تسمح بهالشي مو هيك؟ هاد قرار المربية ما بيهمني ابدا، تساوي اللي بدها اياه، بس أنا ما بسمح لا لسيرجو ولا لحدا غيره ياخد حدا مني أبداً. إيه طبعاً طبعاً طبعاً. فريد، بما أنه أنا رفيقك رح قلك شي أخي. الزواج المزيف يلي على الورق فيه مخاطرة كبيرة، يعني الأفضل نانا تتزوج شخص بتعرفه والمهم تسق فيه، مثلاً أنت يا مان. مستحيل. إيه طبعاً طبعاً مستحيل طبعاً بعرف. شو هالحركات هي؟ شو قصدك تقول؟ أنا فهمانك منيح أخي، أنت حتى لو على الورق أنت كتير بتخاف تعرض الزواج على مربية، لأنه حضرتك خايف أنه بعدين ما عاد تقدر تسيطر على مشاعرك. بلا مسخرة، أنا ما عندي أي مشاعر تجاهها مثل ما عم تفكر. إيه صحيح مظبوط، أنا بعرفك منيح، وحتى بهي الدنيا يمكن أنا أكتر واحد بيعرفك منيح. بعرفك فريد. طيب أنا بدي روح، عندي شغل، إذا غيرت رأيك اتصل فيني، وكتير بيشرفني إني أكون الشاهد على زواجك. روح بقى، لا تتأخر على شغلك. عم بتشوف النار رجعت طلعت بعيونك، الأفضل روح بسرعة قبل ما تزتني من الشباك. يلا بخاطرك. بس أخي أنا لازم قلك شي كتير مهم. شو؟ إذا مثل ما عم بتقول هي أمانتك عن جد، فمن واجبك تعرض عليها الزواج يمان. هاي نصيحة مني إلك، يلا بخاطرك فريد.
ألو، أنا هلأ طلعت من عندي يمان، شو الوضع عندك؟ كل شي منيح؟ لهلأ ما في مشاكل. حلو، معناتها رح غير تيابي وإجي لعندك فورا. بس كل ما مرقت الممرضة من هون تسألني عنك، قال ما شافتك فقلقت عليك. هالخبر حلو كتير، معناتها أكلت الطعم. بالضبط، لأنك شاطر بالتمثيل والخداع. بس رح ورجيها شو رح أعمل فيها، عن قريب بمسكها وبتشوف. شو القصة؟ كأنك عصبتي زيادة وعم بتبالغي بردة فعلك. هالشي مو بس لأنه مجرمي، ما هيك؟ انت شو عم تخبص هلأ؟ يلا سكر وبلا هذا الحكي الفاضي، عندي كتير شغل. يلا سكر فريد. استني شوي، لا تعصبي ولا تنسي هالشي. انت عم بتلاحقي الممرضة وأنا عم لاحقك إلك. عن قريب كتير رح أمسكك يا حي. مو على أساس بدنا نروح هلأ لعند هداك المحامي؟ كأنه مو هذا الطريق. نحنا ما أجينا من هون. أنت آخر حدا بيدلني على الطريق الصح. وليش عم تحكي معي هيك؟ صحيح، يمكن أنا ما بعرف منيح باسطنبول، بس ما بنسى أبداً المكان يلي بروح عليه. لا، لأنه أنت ما بتعرفي الطرقات الصحيحة ولا بتعرفي تاخدي القرار الصح. دايماً بتختاري أسهل طريق لإلك وبعدين بتضيعي وما عاد تعرفي تطلعي. لا تقول هيك، أنا دائماً بتعذب مشان لاقي الطريق الصح. بس ما عم افهم ليش بتضل تعصب علي، ما عندك استعداد تتحملني. أنا برأيي أفضل شي تبعتني لبرات البلد. سكتي وبلا حكي فاضي. لا، اللي قلته أنا هو الصح، بعتني على بلدي، أنت بترتاح وبتريحني. شو صار هلأ؟ أنا بس قلت لك إنك خربطت بالطريق. لسا عم تقول خربطت؟ تعرفي الطريق الصح أكتر مني؟ إيه بلكي بعرف، وليش لحتى ما أعرف يعني؟ بس أنت اللي بتعرف كل شي. ما بتعرفي. بعرف. قلت لك اسكتي وحاجة تستفزيني، ما رح تعرفي أفضل مني. يا ترى أنت شو مشكلتك معي؟ مين أنت لحتى يكون عندي مشكلة معك؟ شوفي شو قصتكن انتو، ترشان يعني؟ صار لي ساعة عم زمر لكم. الإشارة فتحت، سكرتوا الطريق، عنا شغل. إذا استنيت دقيقتين بتموت شي؟ عم تهرب من شي حريق غبي؟ شو قلتي شو قلتي؟ مو هيك كانت الكلمة بتنقال؟ انت سكتي وقال رح تصير مشكلة. خليني أحكي مع زوجك، رجال لرجال، هو عنده تم بيحكي. انت شو قلت هلأ؟ طبعاً يلي عنده تم بيحكي، وإذا ما عنا تم كيف بدنا نحكي؟ أنت مين مفكر حالك لتقلي سكتي؟ يلا قلي لأشوف. أنا بحكي مع زوجك، لا تتدخلي أنت. احكي بأدب أحسن لك. معناها الأفضل تضب مرتك أخي وعلمها الأدب شوي كمان. أنت لا تقلي الأدب ولا بضربك ولا. أنا رح علمك الأدب هلأ. ما حدا بيحق له يحكي معها هيك، ما بسمح لحدا يقلل من احترامه ولا. ايه سارة؟ سيدي قبل شوي جابوا يمان كرملي ونانا على المركز. شو؟ ليكونوا تخانقوا كمان؟ لا سيدي، الموضوع مو هيك، سووا مشكلة عند إشارة المرور. يمان ضرب شوفير تاني ونانا متدخلة بالموضوع، هن بالتحقيق هلا. بس بالحقيقة أنا بحياتي ما شفت هيك اتنين. كيف؟ شو القصة؟ عم يتناقروا طول الوقت، كل يلي بمركز الأمن ملوا منه بس لساتهم عم يتناقروا. شو وضع يلي أكل قتله؟ هو متسطح بالغرفة، قال ما بده يشتكي بس المهم إنه يتخلص منه. لكان لساتهم عم يتخانقوا. حلو. شو الحلو سيدي؟ سارة خلينا نستضيفهم عنا وحطيهم بنفس الحبس لشي ساعتين، بعد ما يتخانقوا ويطالعوا الغضب يلي جواتهم بيهدوا منيح. وإذا سألوا بتخبرون إنه الرجال اشتكى عليهم، وبعد ساعتين بتخبرون إنه سحب الشكوى وبتتركون. ماشي مثل ما بدك. بس اسمعي سارة، أنا ما بعرف شي. أنا بعملية، كتير اتصلتوا فيني بس ما رديت. ما بعرف أي شي عن الموضوع، مفهوم؟ مفهوم سيدي، لا تشغل بالك. حلو،
هلأ هنن رح ينحبسوا بنفس المكان. خلينا نشوف يمان كرملي كيف رح يقدر يهرب هلأ. بلكي لما تفهم إنك ما رح تقدر تهرب منها بتنفك العقدة تبع لسانك. على خير إن شاء الله، على خير إن شاء الله. مجبورين نستنى هون؟ وينو فريد؟ ما في داعي أبداً نضل مع بعض. لو سمحتي ممكن تحطوني بمكان تاني؟ المفتش فريد بالعملية وما عم نقدر نتواصل معه، لهالسبب مجبورين نستضيفكن هون. عجبك يلي عملتيه؟ دخلتي بموضوع ما لك علاقة فيه وشوفي النتيجة، بسببك نحن بالحبس هلأ. أنت ضربت الرجال وكسرته تكسير مثل الوحش، أنا شو إلي علاقة بهالشي؟ بسبب مين نحن هون؟ آه؟ مين برأيك؟ ما كان في غيرنا، بما أنه ما دخلني فبسببك نحن هون. بتخلي الواحد يجن. وليش لحتى تجن يا ترى؟ ما بتسكتي أبداً، واللي صار معنا اليوم بسبب عنادك ولسانك الطويل. لا أبداً، وبعدين الرجال كان معه حق، الإشارة خضرة، بس بدل ما تسوق السيارة قاعد عم تتخانق معي. شو بدك يعني ساوي مع وحدة راسها يابس وما بتفهم بالكلام؟ بس ثانية، شو الكلام يلي أنا ما عم أفهمه يا ترى؟ قول. فبتوقع رح تقولي ايه مو هيك؟ هيك ما بيمشي الحال، ما بتقدروا تتجوزوا. ممكن تشرح لي شو يعني زواج على الورق؟ انا ما فهمت ابدا. وليش عم تسألي؟ لازم افهم مشان احسب الاحتمالات. مو قال بيعملوا اختبارات مفاجأة؟ وشو هي الاختبارات؟ يعني اذا كنت عايشة مع كوبيلاي بنفس البيت. ما فيك تعيشي معه بنفس البيت. ولا كلمة، انت ما بتفهمي ولا شيء، وما عاد في داعي للحكي معك. ممكن ينقلوا الرجال لغير مشفى، وقفنا كاميرات المراقبة. خلصي الموضوع، عطيناكي كتير مصاري، إذا ما بتخلصي علي بتموتي. لازم اليوم خلص عليه. بس كيف؟ الحراس ما عم يتركوه ولا لحظة. والله فكرة. هذا أحسن حل. شفتي المدير شي؟ لا. وينه يا ترى؟ اشتهيت لك كاسة هالقهوة. والله القهوة اجت بوقتها، شكرا لك. منيح بلش الدواء يأثر على الرجال. لازم أخلص من مرته القديمة للمفتش فريد.
الو تعال بسرعه وقف بدالي، بطني كثير عم يجاني رح موت. طيب بس لا تطول كثير، استعجل ما عاد فيني اتحمل. هذا شو صار له فجأة؟ من مدرسة دعاء؟ أهلين حضرة المديرة. ألو، ما عم بسمع صوتك منيح، الأغلب ما في تغطية، بس دقيقة. ألو ألو، هلأ عم بسمعك منيح. كيف؟ طيب رح اجي فورا. الحمد لله، معناتها هي منيحة، شكرا كتير. ألو زينة، دعاء وقعت بالمدرسة، المديرة اتصلت هلأ بس قالت إنه هي منيحة. طيب حبيبتي أنتي روحي على المدرسة وخبريني فورا، ماشي؟ شو هالحظ، مين اجى لهون؟ وين الحراس يا ترى؟ لا لك يا دكتور، يا ممرضة تعوا لهون. بلشت حس اني عم اختنق. انا بسببك انحبست هون، وفوقها معك انت وما يلي جوات راسي. مين اللي جوات راسك؟ قولي لا أعرف. أنت ما إلك علاقة بهالشي. للأسف كل شي بخصك أنا إلي علاقة فيه. بعرف منيح ليش مهتم لهي الدرجة، لأنك دائما بتدور على سبب لتعصب، لهيك كل يلي جوات راسي ما رح تعرف فيه. لازم تقولي كل اللي جوات راسك. معناها انت قول بالاول شوفي براسك، ليش كنت كتير معصب اليوم؟ وليش لحتى تزعل مني كمان؟ بعدين ليش طول الطريق وانت عم تبهدلني؟ ليش عم تحاسبني وانا ما إلي علاقة ابدا؟ لانك بتخلي الواحد يجن. نفس الجواب دائما، ماني موافقة. بعد موضوع الزواج يلي على الورق، انت صار لك شي. شو؟ شو قصدك تقولي؟ معقول لأنك ما بتحبه لكوبيلاي عم تعصب مني لهالدرجة؟ لهلأ ما عم افهمك، أساساً أنت ما حدا بيقدر يفهمك. ليلي شوفي براسك، لا تحاولي تهربي وتغيري الموضوع. أنا ما عم اهرب، طالما كتير حابب تعرف فاسمع لك. عم فكر بالنهاية يلي عم تستناني، سافر على جورجيا ولا ضل هون، وشو لازم أقول لكوبيلاي؟ بس لسه ما بعرف شو بدي أقله. قلت لك اصبري، استني المحكمة، أو إذا بدك وافقي وخلصنا. ماشي لك،
معناتها رح قله موافقة. هالفكرة حلوة كتير، بس في مشكلة وحدة، أنا ما بدي أتزوجه. يمكن يكون منيح، بس هو غريب بالنسبة لإلي. أنا ما بعرفه وما بوثق فيه، لك حتى مسحه كتير بشع، بيضل بيطلع هيك. كلامه الحلو ما إله أي معنى عندي. لما أكون جنبه بختنق وبحس ما عم بقدر أتنفس بنوب. تفضل عصبيتك وصريخك علي ألف مرة على كلامه الحلو يلي هو بيقول لي إياه. اسمعيني، أنا بوعدك ما رح خليكي تعملي شي ما بدك إياه. إذا ما انحل موضوع المحكمة رح أعملها مجبورة. لا، منلاقي حل تاني. ليش ما عم ترد؟ اسمع، وين المفتشة عائشة؟ شفتها بتعرف وينها؟ سيدي، كنت عم استناك. فجأة صار بطني يوجعني وما عاد قدرت اتحمل، فرحت على التواليت قبل ما يجي بديلي، وصار اللي صار. في حدا سمم من مفتشة عائشة. لك جاي على بالي افتح لك بطنك وطالع لك مصارينك لورجيك الوجع. قول وين المفتشة عائشة؟ احكي وينها بسرعة. ما بعرف، الدكاترة اجوا اخذوها. مين مسؤول عن هالمستشفى؟ مين؟ بدي المفتشة عائشة. لا تصرخ هي مش، فما بيصير. شو المشكلة؟ على الأغلب في حدا سممها بهالغرفة، بتعرفي وينها؟ هي بالعناية المشددة ومغمى عليها كمان. وقف. بعد هيك بدي شوف المريضة فورا. ما بصير، ممنوع تفوت من دون إذن. دكتور شو وضعه؟ للأسف وضعه خطير، ولسه لهلأ ما بنعرف شو السم اللي عطوه إياه. جربنا كل المضادات اللي بنعرفها بس ما وصلنا لنتيجة. شو يلي عم بتقوله دكتور؟ شو رح يصير هلأ؟ إذا ما عرفنا شو هو السم ممكن نخسر المريضة وما عنا وقت غير ساعتين. مستحيل، ما بسمح بهذا الشيء. لازم لاقي طريقة بسرعة. إذا بتهدى ممكن اسمح لك تفوت تشوف المريضة. كتير زعلت. شغلكم كتير خطير، ممكن تتعرضوا للأذى بأي لحظة، ومرتك القديمة عم تحارب الموت هلأ، وما فيك تترك وظيفتك وتوقف جنبها. مزبوط، الوظيفة قبل أي شيء. بتمنى عائشة تتعافى بسرعة. بس الدكتور قال إنه ما في أمل كبير، لسه ما عرفوا شو نوع السم. مو هيك؟ برأيي الأحسن أنك تجهز حالك لكل هالاحتمالات اللي ممكن تصير. سيدي، في إلك عندي خبر كتير حلو. عرفنا السم وعطيناها المضاد، المفتشة رح تعيش. الدكتور قال ما في أي خطر عليها، بس الشيء الحلو شافت مين يلي عطاها الإبرة. كانت رح تقول مين بس نامت. الله يسلم هالدم يا إيبو. إمتى رح تفيق؟ الدكتور قال أي شيء؟ قال ممكن خلال ساعة. ما في شي نساوي، رح نستناها. لازم خلص عليها قبل ما تفيق، ما رح خليهم يعرفوا. الأغبياء مو حاطين ولا حارس ليحميها.
لهون وبس يا شريرة. The end يعني نهاية الفيلم. يا ترى يلي استأجروك أغبياء ولا أنت يلي غبية؟ ما عم بفهم بنوب. الدكتور قال رح تموتي وإنه ما في أمل. مثل ما قال المفتش فريد، وصلنا لنهاية الفيلم. نحن سوينا هذا الفيلم ومن دون ما تعرفي شاركتي فيه. معقولة بعد هالسنين الطوال وبعد ما أمورنا بلشت تزبط أنا ما بسمح لك تتركيني وتروحي أبدا؟ أنت بس تعافي وبعدها ما رح خليكي تزعلي بحياتك أبدا. خلاص لا تبكي لا تبكي. ما فيني أي شيء، بس الغبية ما قدرت تعطيني كل السم، عطتني شوي منه وبعدين هربت بسرعة، ولما عطوني مضاد للسم تحسنت بسرعة. أنا منيحة هلا. قسما بالله طيرتي لي عقلي من راسي، أنتي جننتيني. كتير خفت إنه يصير لك شيء. شو هدفك يعني؟ بدك تموتيني عائشة؟ هدفي صيد عصفورين بحجر واحد. بالأول حبيت شوفك ندمان، يعني مشان يبين الموضوع حقيقي المفروض إنك تصدق إني بخطر بالأول، وبهي الطريقة بخلي هديك الممرضة الشريرة تقتنع. بتشكر الدكتور اللي ساعدني بهي اللعبة. لا تقلق. منيح. حلو. يعني الحقيقة انكشفت وانت وقعتي بإيدينا، لأنه المفتشة عائشة مو بس حلوة، هي شرطية ذكية. إيبو خود هالممرضة الشريرة على مركز الأمن. تحت أمرك سيدي. امشي. بركي قبلت عرضه وقالت له ايه، ما بسمح بهالشي، لازم لاقي حل تاني. يا ربي دلني على الطريق، شو لازم ساوي؟ ما بدي حدا يتأذى بسببي او يصير له شي. أخيراً عمي ونانا إجيتوا.
حبيبي شو صار لك؟ قال بدك تروحي. مزبوط، انتي رح تتركيني؟ يا روحي حفيدي البطل، انت فهمت الكلام غلط. قبل شوي كنت عم احكي مع رفيقتي على الموبايل وما انتبهت انه عم يسمعني. عن جد نانا بدك تروحي؟ بس انا كتير رح اشتاق لك. عصفوري الصغير يا روحي انت. هالشي حقيقي؟ الحقيقة الوحيدة هي اني كتير بحبك وما فيني بعيد عنك. رح ساوي كل شي مشان ما روح، وبعدين اذا رحت برجع بسرعة، يعني فترة صغيرة بس. لا انت عم تكذبي، انا سمعت عمتي قال مشكلة كبيرة. يا عمري اهدى يا قطعة من النار، لا تبكي. عمي لا تخليها تروح، بتخليها هون. ما بعمل اللي بقدر عليه، وعد. يوسف طلع فيني، الزعل ممنوع، اتفقنا؟ كيف ما بدي ازعل اذا رحتي؟ ليش مفكر اني بقدر ضل بعيدة عنك؟ بوعدك اني اتجاوز كل المشاكل مشانك. بس هي مشكلة كبيرة. مو مهم، حتى اذا مشكلة قد الجبل منقدر نتجاوزها وبجي لعندك كمان. عن جد عم تحكي؟ طبعا حبيبي. أعطيني وعد. أنا بوعدك يوسف رح ساوي كل اللي بيطلع بإيدي مشان ما أكون بعيدة عنك. يلا لا عاد تبكي، الخالة خديجة ساوت لك كيكة بالشوكولا، أكلت منها؟ معناتها أنت روح على المطبخ وأنا بس رح غسل إيدي وأجي وراك، مناكل سوا، أنا جعت كتير. يلا. ابني لا تواخذني، ما توقعت إنه يسمعني. بالنهاية كان رح يعرف، لا تزعلي. أنا رايحة، يوسف عم يستناني. يا ترى شو أعمل هلأ؟ أنا عطيت وعد ليوسف بس بلكي ما لحقت وخلصت المهلة. بينار منيح اتصلتي. خير شبك حبيبتي؟ صوتك مانو منيح بنوب، ليكون صاير شي ما بعرفه. سمعنا يوسف. المسكين أكيد بيكون كتير زعل، بس وعدته اني رح ساوي كل شي بقدر عليه لحتى ضل جنبه. كيف يعني؟ رح توافقي على فكرة الزواج؟ ما بعرف، راسي كتير مشوش. ما حدا رح يرتاح لحتى ينمسك هداك الرجال، وروحتك على جورجيا معناتها انتي عم تروحي على الموت برجليكي. برأيي الأفضل انك تتزوجي. والرجال قالك انه رح يكون زواج مزيف وبس على الورق. ما بعرف، وبعدين الرجال وأمه مالهم غريبين. العمة أكشا قالت إنها بتعرفهم منيح. أنا برأيي فيك تقبلي وتوثقي فيه. ليش أنت بسرعة؟ كان المفروض تضلي مرتاحة بتختك. أنا منيحة، بعدين سمعت الدكتور قال فيني روح على البيت. كأنك كنت كتير مبسوطة وانتي عم بتحطي لها الكلبشة، وحتى فجأة تحسنتي. مو كل شي متعلق فيك مفتش فريد، انا اديت وظيفتي ومسكت المجرمة وخلصنا. كتير منيح. طيب ابراهيم اتصل فيني قال الممرضة اعترفت، وان شاء الله خلال فترة قصيرة منمسك كل العصابة. حلو. ايه المشكلة انحلت وانا ربحت الشرط، هلأ رح اعلن حبنا للكل. لا ترجع لنفس الاسطوانة، مو عطتني وعد انك ما رح تخليني ازعل؟
ولا كنت عم تخدعني لأني كنت مرضانة فريد؟ لسه ماني جاهزة. لا تساوي هيك وتخربي اتفاقنا، أنا ربحت. لا تزعليني فريد، لو سمحت ماني جاهزة، خلينا نستنى شوي. منستنى ومنشوف، ما حدا بيعرف شو مخباله بالحياة.